أينما ذهبت عيونك ثمة محفل ماسوني بغض النظر عما يمكن أن يعنيه ذلك في أمريكا، إيطاليا، بريطانيا، مجرد أمثلة لما هو حاصل بالفعل في دول أخرى كثيرة، عربية أو غير عربية، مسلمة أو غير مسلمة. يقول أحد نقادهم إن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يؤمنون بكل الأديان ويعتنقون كل الفلسفات ويدعمون كل الفصائل يحتاجون في الواقع إما إلى ساذج يصدقهم ولا يرقى بينهم على أي حال، أو إلى فاسق يصدقهم ويصدق نفسه ويرقى بينهم ويستغل الساذجين. طيب الله أوقاتكم. كم مرة تغير مصير شعب لأن خبرا وصل متأخرا أو لأن معلومة أسيء تحليلها؟ كم مرة أصيب مشروع قومي بإحباط أو منيت آمال أمة بأكملها بانتكاسة لأن بيننا خائنا واحدا على الأقل؟ مع أكثر هؤلاء الذين يشترون وما أقل قدرة الكريم على التعلم. لا يدعي هذا البرنامج لا من قريب ولا من بعيد رصدا شاملا لأحداث وقعت في إسرائيل أو في قبرص أو في دول عربية أو هنا في الغرب في وضح النهار أو تحت جنح الليل. كل حادثة في حد ذاتها فيلم سينمائي مثير، وما خفي كان أعظم. قناة الجزيرة تفتح الملف الحاضر الغائب في الحرب والسلم واللا سلم واللا حرب، وتطرح التساؤل: لماذا إذا كانت أجهزة الاستخبارات العربية مؤهلة حقا إلى هذا الحد لا نسمع بها عادة في مواجهة الموساد بقدر ما نسمع بها في مواجهة المواطن العربي أينما كان؟ أن يتساءلوا عن ذلك الذي يمكن أن يدفع شبابا بعضهم على أعلى درجات العلم، وبعضهم على أعلى درجات الانفتاح على الحياة، وبعضهم من أثرى أثرياء العرب، وكلهم في عمر الزهور، إلى أن يلقوا بأنفسهم طوعا إلى ما يراه الأمريكيون تهلكة ويرونه هم جنة الفردوس. هكذا نستطيع الآن أن نفهم لماذا اختار الأمير محمد عطاء أن يصدر رسالته للماجستير بهاتين الآيتين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. هؤلاء الذين تربوا على فلسفات الغرب لا يحترمون عدوا ضعيفا، والضعيف هو من له حق ولا يصر على حقه، ونحن لنا عندهم ألف حق وحق. وما كنا بأمة ضعيفة بل كنا أحسن أمة أخرجت للناس. سيقولون: ها نحن أبناء عم. سيقولون: جئناك كي تحقن الدم، كن يا أمير الحكم. قل لهم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك، واغرس السيف في جبهة الصحراء إلى أن تجيب عليك الجماجم والجثث. كيف تخطو على جثة ابن أبيك؟ وكيف تصير المليك على من حكموك؟ كيف تنظر في عين امرأة أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها؟ الزنبقات السود في كفي وفي شفة اللهب، من أي غاب جئتني يا كل صلبان الغضب؟ يا قارئي لا ترجو مني الهمس، لا ترجو الطرب، حسبي بأني غاضب والنار أولها غضب. حينما يتحول الأبيض إلى رمادي، ويتحول الرمادي إلى أسود، ويتحول الأسود إلى عدوان، فتش عن الإعلام. وحينما يتحول الحق إلى شك، ويتحول الشك إلى زور، ويتحول الزور إلى بهتان، فتش عن الإعلام. من حقائق التاريخ أن كل عمل عسكري يسبقه ويسير بحذائه ويعقبه عمل دعائي صنواني لا يفترقان، لكننا اليوم أمام معركة حسمت نتيجتها قبل أن تبدأ. ضع مفردات ما يسمى العمل الإعلامي أمام جهل الأمريكيين وضعف الأوروبيين وعجز العرب وأنت تدرك حجم المأساة.
اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى تصدق. هؤلاء المتلاعبون بالعقول بكل منهجية وبكل إبداع يستحقون من الناحية المهنية كل إعجاب، حتى وإن كانوا من الناحية الأخلاقية يستحقون كل احتقار.